بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، أهلا بكم طلاب الصف الخامس الابتدائي. واليوم بمشيئة الله نبدأ معا شرح الوحدة الثالثة، وأول درس في الوحدة الثالثة بعنوان الاعتدال في الإنفاق، وهو نص من القرآن الكريم من كلام رب العالمين. طبعا افتح معي الكتاب صفحة 40، تأمل الصورة وعبر عنها بأسلوب. قدامك صورة، من يصف هذه الصورة؟ أحسنت، بارك الله فيك. هذه الصورة بها مأكولات شهية وبها فواكه لذيذة، بها نعم جليلة أنعم الله بها على كل إنسان. فهذا الطعام نعمة، وكل عضو في جسد الإنسان نعمة، وكل شيء أعطاه لك ربك سبحانه وتعالى نعمة عظيمة. مقدمة الدرس: الإنفاق في سبيل الله من أعمال الخير. الإنسان الذي ينفق في سبيل الله عز وجل، هذا العمل من أعمال الخير التي تزيد من الروابط الاجتماعية بين الناس. لذلك حث الإسلام على الإنفاق في مصارفه الصحيحة، أننا أنفق أو أساعد الإنسان الفقير أو الإنسان المحتاج أو الإنسان اليتيم، أو أنفق على ذي القربى وأعتدل فيه، وعدم التبذير أو التقتير. مضمون هذا النص القرآني، الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذا النص الكريم على وجوب الإحسان إلى الأقارب، إننا يجب علي أن أحسن إلى الأقارب والمحتاجين، وأن لا نكون من المبذرين، وأن يكون إنفاقنا معتدلا حتى تتحقق الحياة الكريمة للفرد والمجتمع. والآن نقرأ معا طلابي الأعزاء الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. طلاب الأعزاء، نقرأ معا هذه الآية قراءة جهرية. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. طلاب الأعزاء، هذه الآيات من سورة الإسراء الجزء 15. مضمون هذه الآيات وشرحها: يأمرنا الله عز وجل بصلة الأرحام والتصدق على المساكين وأبناء السبيل وإعانتهم بكل وجه ممكن، كما ينهانا عن التبذير بإنفاق المال في غير حق، ويصور سبحانه وتعالى المبذرين بالشياطين. الله سبحانه وتعالى صور المبذرين بالشياطين في الإفساد بأنهم يفسدون في الشياطين، فإذا لم يكن معك ما يمكنك من مساعدة محتاج أو إعطاء سائل، لو أنت مش معاك أن أنت تعطي محتاج أو سائل، فيجب أن يكون امتناعك بلطف داعيا الله لهم بالتفريج، داعيا الله سبحانه وتعالى بالتفريج عنهم، كما ينهانا الله عن الشح وعدم الإنفاق. ويصور من يفعل ذلك بمن ربطت يداه إلى عنقه، كما يجب على الإنسان عدم الإفراط في الإنفاق حتى لا تكون العاقبة الندم. الله عز وجل يعطي من يشاء ويوسع له الرزق ويضيقه على من يشاء امتحانا واختبارا له. والآن طلابي الأعزاء، ننتقل إلى لغويات ومفردات الآيات الكريمة. في الآية الأولى: وآتي، كلمة آتي يعني أعطي، إذن مضادها خذ أو اترك، والكلمة فعل. ذا القربى، ذا معناها صاحب، القربى الأقارب، المسكين أي المحتاج، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق، ابن الطريق الذي ضل طريقه أو تاه ويحتاج إلى مساعدة، فنقول عنه مسافر انقطع به الطريق. تبذر أي تسرف، ومضادها تعتدل. كفورا أي جاحدا، ومضادها شاكرا. تعرضن تبتعد وتتخلى. ابتغاء أي طلب وإرادة. ترجو يعني تطلب. ميسورا يعني قولا لينا لطيفا. مغلولة إلى عنقك أي تبخل وتمسك عن الإنفاق. تبسطها أي تسرف وتنفق. ملوما أي نادما. محسورا أي حزينا. هناك بعض الكلمات مفردة يمكن أن نأتي بجمعها. كلمة ذا جمعها ذوي، شيطان جمعها شياطين، مبذر جمعها مبذرون، رحمة جمعها رحمات، قول جمعها أقوال، عنق جمعها أعناق، الرزق جمعها الأرزاق، عبد جمعها عباد، بصير جمعها بصراء، خبير جمعها خبراء. أما عن الكلمة ومضادها، كلمة آتي مضادها امنع أو خذ، ذا يعني صاحب إذن مضادها عدو، القربى مضادها الأقرب، تبذر مضادها تبخل، المبذرين مضادها الممسكين أو المعتدلين، كفورا مضادها مؤمنا مطيعا. تعرضن كلمة رحمة مضادها قسوة، كلمة تعرضن أي مضادها تقترب، كلمة تقعد مضادها تقف، كلمة محسورا مضادها فرحا مسرورا، كلمة يبسط مضادها يضيق، كلمة بصير مضادها أعمى. والآن طلاب الأعزاء، يمكن أن نجمع شرح هذه الآيات جميعها، فنقول: يأمرنا الله عز وجل بصلة الأرحام والتصدق على المساكين وأبناء السبيل وإعانتهم بكل وجه ممكن، كما ينهانا عن التبذير
بإنفاق المال في غير حق، ويصور الله سبحانه وتعالى المبذرين بالشياطين بالإفساد، ثم يوجه الله سبحانه وتعالى حديثه لمن لا يستطيع مساعدة المحتاجين، لأنه إذا لم يكن معك ما يمكنك من مساعدة محتاج أو إعطاء سائل، فيجب أن يكون امتناعك عن العطاء بلطف داعيا لهم بالتفريج عنهم. ثم ينهانا الله عز وجل عن الشح وعدم الإنفاق، ويصور من يفعل ذلك بمن ربطت يداه إلى عنقه، كما يجب على الإنسان عدم الإفراط في الإنفاق حتى لا تكون العاقبة الندم. فالله عز وجل يعطي من يشاء ويوسع الرزق على من يشاء، لماذا؟ امتحانا واختبارا له. طلاب الأعزاء، الآيات الكريمة بها تعبيرات جمالية يجب أن نوضحها. فمن جمال التعبير قال الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. أسلوب أمر للنصح والحث على الإنفاق على الأقارب والفقراء وابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا، أسلوب نهي للتحذير من إنفاق المال في غير حق. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، تعبير جميل يصور الذي ينفق ماله في غير حق بالشيطان، وهو أسلوب مؤكد بإن. فكان الشيطان لربه كفورا، تحذير من متابعة الشيطان والتشبه به في الفساد. فقل لهم قولا ميسورا، أمر للحث على اللين في القول وحسن المعاملة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تعبير جميل يصور من يبخل بمن ربطت يده إلى عنقه فلا يحركها. لا تبسطها كل البسط، نهي للتحذير من الإفراط في الإنفاق. يبسط ويقدر تضاد يوضح المعنى ويقوي. طلابي الأعزاء، ويمكن أن نلخص هذا النص في سؤال وجواب. السؤال الأول: بما أمرنا الله تعالى في الآيات وعما نهانا؟ الإجابة: أمرنا الله تعالى بالإحسان إلى الأقارب والمساكين وابن السبيل، ونهانا عن الإسراف والتبذير. السؤال الثاني: ما أوجه الإنفاق في سبيل الله كما ورد بالآيات؟ الإجابة: الإنفاق على الأقارب والفقراء وابن السبيل. السؤال الثالث: ما المقصود بابن السبيل؟ الإجابة: هو المسافر الذي انقطع به الطريق. السؤال الرابع: بما صورت الآية الكريمة المبذرين؟ الإجابة: صورت الآية الكريمة المبذرين بأنهم إخوان للشياطين. السؤال الخامس: سألك سائل وليس معك ما تعطي، مش معك تعطي، فماذا ستفعل؟ هتعمل إيه؟ الإجابة: أرد عليه بقول لين لطيف كالدعاء له بسعة الرزق. السؤال السادس: ماذا يجب على الإنسان عند إنفاق المال؟ الإجابة: يجب عليه ألا ينفق المال من غير حساب، وأن يتوسط ويعتدل في الإنفاق، فلا يكون بخيلا ممتنعا عن معاونة المحتاجين، ولا يكون مسرفا فيصبح نادما. السؤال السابع: لما يوسع الله تعالى الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء؟ الإجابة: اختبارا وامتحانا لهم. نتعلم من الآيات الكريمة الاعتدال في الإنفاق والبعد عن الإسراف والتبذير، ونتعلم أيضا الإنفاق على الفقراء والمساكين وابن السبيل، وأن الله سبحانه وتعالى له حكمة في توزيع الرزق لبعض الناس وتضييقه على آخرين. والآن طلاب الأعزاء، نستمع إلى الآية بصوت جميل. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين
إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربك كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وفي الختام شكرا لكم على حسن الاستماع، ولنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.